وكان لها مريدوها، كان يحضر إليها كل الأدباء العرب: عباس محمود العقاد، طه حسين، توفيق الحكيم، لكي يستمعوا إلى أدبها. أهلا وسهلا. صباح الخير مستر شحاتة. صباح الخير يا ولاد. صباح النور. جلوس. حللت أهلا ونزلت سهلا يا أستاذ لطفي. إيه مالك شحاتة بتنك كده ليه؟ كنت مندمجا بعض الشيء يا أستاذ في شرح نص. خف الاندماج شوية عشان صحتك. مستر شحاتة مدرس اللغة العربية، جهبز من جهابز اللغة، عشان كده تلاقيه متعصب شوية. أهلا أهلا دكتور عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي الجديد. قيام. جلوس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا أولاد، أي حد عنده أي مشكلة في أي وقت وفي أي شيء ما يترددش أبدا إنه يلجأ للدكتور عامر. انا عايز ابتدي بالراجل ده. الراجل اللي جنبك ده هو المصحف اللي بتقوله لي. مصحف؟ لا 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 ريحك. هو ليه بلاه؟ لا هذا الرجل. اكمل حصتك يا مستر شحاته. انا اريد هذا الرجل. يلا بس انا اريد هذا الرجل. اتفضل اتفضل يا دكتور. النهارده هحكي لكم قصه وراء احد اعظم الاعمال الموسيقيه في العصر الكلاسيكي، وهي السيمفونيه الخامسه. السيمفونيه الخامسه للودفيج فان بيتهوفن، واللي سماها ضربات القدر، وهي من سلم دو ماينر. دو دو، وهنا بتعلى فيها الروح التشاؤمية لبيتهوفن لما بيتهوفن كان بيعاني من الفقر والوحدة، وكان مأجر أوضة صغيرة في النمسا وكان متأخر في دفع الإيجار بتاعها. فجأة صاحب البيت خبط على باب أوضته بعنف بأربع خبطات متكررة. تا 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 تا. دي مس فادي. هنا بيتهوفن فنانة ملاك المدرسة، حاجة أبها قوي قوي. أنا ما شاء الله باين عليها دريانة ومستوعبة الأشياء. إيه؟ أنا حزين. ليه؟ هتغضي. وبيتهوفن كان عنده ضعف في السمع، فراح على البيانو وبدأ يعزف الخبطات اللي سمعها، اللي هزت جسمه كله وبقت أشهر سيمفونية في التاريخ، اللي استوحاها من أصعب موقف مر بيه وألفها في أصعب ظروف حياته.